في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش ما حكم من طعن وزعم أن محمد ابن الحنفية زاني؟ ده أول كده أظني يعني أنا بقول بقى استحوا شوية، دخلنا في الغريق ها، زي في حلقة في أمس كده على التيك توك يعني أحد الشيعة طالع يقول لي إيه، أنا عايز أكلمك في تحريف القرآن. قلت له يا أخي طب اثبت العرش ثم النقش، إيش حكم القائل بتحريف القرآن؟ قال لي بص إحنا عندنا الشيعة روايات تحريف كتيرة، بس عايز أسألك أنت كسني، يعني وصلت البجاحة إن هو بيقول لك إحنا عندنا التحريف موجود وما زلت شيعي؟ ما زلت شيعي للأسف. طب إزاي؟ أنا مش فاهم بصراحة، يعني حد يفهمني عاقل، حد يكون عاقل يفهمني. واحد بيقول لك آه عندنا قلنا بالتحريف، بس عايز أسألك أنت بقى، أنت قلت بالتحريف يعني خرجت عن الإسلام أساسا بالنسبة لي، تيجي تكلمني في إيه؟ يعني معلش يعني أنا عايز أفهم. تمام؟ عايز أفهم. يبقى كده يا اخوانا الاحبه طبعا، وما تتوقعوش ان الشيعة تقدر ترد في حلقه اليوم. ممتاز، يعني مش عايز حد يتوقع ان حد يرد اليوم. تعالوا بقى نشوف اللفظ الثاني اللي قاله علي بن ابي طالب لابنه محمد بن الحنفي، يعني علي بن ابي طالب سب نفسه وسب ابنه. ممتاز، سب نفسه وسب ابنه. قالوا كده يا اخواننا الأحبة في كتاب قرب الإسناد للحمير كما يظهر على الشاشة، كتاب قرب الإسناد للحميري من أعلام القرن الثالث الهجري، تحقيق شبكة آل البيت، حقوق الطبع لسنة 1413-1993، الطبعة الأولى، بيروت لبنان كذا كذا، صفحة 27. اسمعوا الرواية الجميلة دي، الرواية 91 دي. وعنه عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يباشر القتال بنفسه، وإنه نادى ابنه محمد بن الحنفية يوم النهروة، قدم يا بني اللواء، يعني اطلع باللواء لقدام، ثم قال قدم يا بني اللواء، ثم وقف قال قدم يا بني اللواء ثلاث مرات، فتكعكع الفتى فقال قدم يا ابن اللخناء، ثم جاء علي حتى أخذ منه اللواء فمشي به ما شاء، ثم أمسك ثم تقدم علي بين يديه فضرب قدما. ما شاء الله، ألفاظ الإمام جميلة. اللخناء قلنا ابحثوا أولا عن مراد الكلمة، تمام؟ بيقول له تقدم يا ضعيف يا جبان يا ابن اللخناء يا نتن يا ابن كذا، اللي فيها نتانة، اللي فيه انا اقولها لكم باللغة العربية الفصحى، يا التي فرجها نتن. المرأة اللخناء هي صاحبة الفرج النتن. فما شاء الله كان يباشر عليه امرأة، يجامع امرأة فرجها نتن وابنها خرج من بين النتانة عليه بياض، النتانة هذه، تمام؟ شوفوا اللفظ الإمام طالع ازاي، الإمام اللي هو ايه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في النبي، هو نفس النبي بيقول هذا الكلام في مين؟ في محمد بن الحنفية، مرة زاني ومرة جبان ابن لخناء. يا عم الرواية ما فيهاش جبان ابن لخناء، انت بتألف من رأسك يا أشرف؟ لا والله يا جماعة الخير، ادي كتاب بحار الانوار للعلامة المجلسي كما يظهر على الشاشة، ادي الطبعة وكل حاجة قدام الناس عشان ايه تحط صباعكم في عينيهم. ادي الرواية 609
عن القداح ابن جعفر عن أبيه أن عليا كان يباشر القتال بنفسه، وإنه نادى ابنه محمد بن الحنفية يوم النهروان: قدم يا بني اللواء، إلى أن يقول: قدم يا بني فتكعكع الفتى قدم. ماشي؟ فتكعكع. فقال: قدم يا ابن اللخناء. ثم جاء علي حتى أخذ منه اللواء. إيضاح: قال الجواهري: كعكعته فتكعكع، أي حبسته فاحتبس، وتكعكع أي جبنا، ورجل كعكع بالضم أي جبان ضعيف، وقال لخن السقاء بالكسب أي أنتن، ومنه قولهم أمه لخناء. تمام؟ ويقال اللخناء التي لم تختتن أو تختن. تمام؟ أدي الجواهري. تمام؟ علماء اللغة، طبعا الجواهري ليس من علماء اللغة، هو مرضيش يقول. تمام؟ ولكن يا ابن اللخناء يعني يا ابن المنتنة، صاحبة الفرج النتن، ده معناها في اللغة العربية، مش عند الجواهري. الجواهري عن مشي عايز يحسن الكلام شوية، بس برضو يعني وضح ان تم اللعن لمحمد ابن الحنفية بانه جبان ابن نتن، ابن امرأة نتنة، والعياذ بالله. ايه رأيكم في الامام ده؟ هل هذا امام يتبع يعني، ولا امام ما شاء الله عنده مكارم الاخلاق؟ يعني بيشتم كده، بيقول كده في عرض مراته، في عرض مراته وابنه، مراته وابنه. تمام؟ مراته وابنه بيقول فيهم كده هذا الكلام. هذا دين الشيعة، ده الإمام اللي انتوا بتتغنوا بيه للنهار، وده يعني ده الإمام اللي انتوا بتتغنوا بيه للنهار. طب الروايات صحيحة يا عم أشرف، ما المصيبة انك انت جبت لنا تصحيح الروايات يا عم أشرف. تمام؟ ده المصيبة انك انت جبت لنا تصحيح الروايات. طيب سند الرواية دي يا عم أشرف تصحيحها، تعال تعال، آدي كتاب خلاصة الأقوال. أصحاب السند: محمد بن عيسى بن عبيد بن مولى أسد خزيمي أبو جعفر يقطيني يونسي، اختلف علمائنا في شأنه، فقال الشيخ الطوسي إنه ضعيف استثناه أبو جعفر ابن بابويه في رجال نوادره، وقال لا أروي ما يخص بالرواية. قال الشيخ: وقيل كنا كان يذهب مذهب الولاية. وقال الكشي: حدثني كان الفضل بن شازان كذا كذا، ومن قوله ليس في أقرانه مثله. ده تصحيح السند، بس أنا أختصر عليكم تصحيح السند في الأقوال في معظم رجال الحديث وكل هؤلاء. أدي التوثيقات قدام الناس، ممكن يرجعوا لها بالراحة لكل من روى الرواية. طبعا البث حرقهم في التيك توك، والله البث حرقهم في التيك توك. بصوا أدي الدليل قدام الناس، البث حرقهم في التيك توك. تمام؟